مركز الأهرام للخصوبة من أكبر المراكز المتخصصة في الإخصاب المساعد والحقن المجهري. مركز الأهرام للخصوبة تأسس على أيدي نخبة من أمهر أساتذة الطب المتخصصين في الحقن المجهري. مركز الأهرام للخصوبة يحتوي على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، فحص طبي شامل ودقيق، غرفة عمليات مجهزة، معامل، خدمة مميزة، فريق متكامل لراحتك. مركز الأهرام للخصوبة معانا، انت في امان. معانا اصبح للامل مكان، ومبروك هتكوني ام. الحجز والاستعلام المنصورة، شارع جيهان امام مستشفى الطوارئ، او الاتصال على 012-28-55-05-05، او على الرقم 050-29-46-705. تلتقون مع الأستاذ الدكتور أحمد الهلالي، استشاري أول الحقن المجهري، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والحقن المجهري، وعضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الفرق ما بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وشرحت لكم يعني ايه الفرق ما بين الحقن المجهري واطفال الانابيب، عشان ما حدش بعد كده يسال يقول اعمل حقن مجهري ولا اعمل اطفال انابيب. واعتقد ان انا وفيت الكلام ده بالكامل يعني. طيب لما نيجي نعمل حقن مجهري لوحده عندها بطانه مهاجره، عشان الكلام بقى كتير قوي قوي على البطانة المهاجرة، ونعمل ولا ما نعملش، وإيه هي البطانة المهاجرة، وكلام كتير قوي قوي. فأنا عايز يعني أشرح ببساطة عشان الناس تفهم يعني إيه كلمة البطانة المهاجرة. الحقيقة إحنا البطانة المهاجرة دي عندنا في أمراض النساء احنا بنعتبرها يعني زي السرطان بالنسبة للجراحة. بس انا اسف، كلمة السرطان دي يعني مش بمعنى السرطان، لكن السرطان احنا مش عارفين ايه سببه، ولا 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 بيحصل ليه، ولا بيحصل امتى، ولا في انهي سن. فعشان كده بقول كلمة السرطان، يعني السرطان مش بالمعنى الدقيق لكلمة السرطان، لكن السرطان أنا بس بتكلم عليه بمفهوم إنه إحنا مش عارفين السرطان ده سببه إيه. فأنا بتكلم فبرضو البطانة المهاجرة إحنا مش عارفين سببه إيه. كل اللي إحنا عارفينه، أنا جبت كتاب اسمه إندومتريوزيس إن نورث أمريكا، وقعدت أقرأ فيه يمكن شهر ونص، ما طلعتش منه بأي حاجة خالص. شوية ثيوريز يعني بمعنى انها كلها ابحاث، ومحدش وصل في الابحاث دي لحاجة 100% صح. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه واحدة بيجي لها كل اللي اثبتوه انه الاندومتريوزيس ده او البطانة المهاجرة دي، كل اللي بيحصل فيها حاجة اسمها هايبر استرينيميا. يعني ايه هايبر استرينيميا؟ يعني ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم. ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم ده بيسبب البطانة المهاجرة. وعشان كده لما جم يعالجوه
ما عالجوش السبب، لا عالجوا ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم. بمعنى ان هم هرمون الاستروجين ده ايه الحاجة المضادة لهرمون الاستروجين في الجسم؟ البروجسترون. فقال لك يبقى علاج البطانة المهاجرة ان انا ادي هرمون البروجسترون. يبقى كده انا عالجت السبب؟ لا ما عالجتش السبب. ايه اللي بيخلي هرمون الاستروجين يعلى في الجسم؟ احنا مش عارفين. لو انا عارف ايه اللي بيخلي هرمون الاستروجين يعلى في الجسم يبقى انا هعالج السبب، ان انا مش هعالج النتيجة. لما عالج النتيجة يبقى انا ما عالجتش السبب، يبقى انا ما عالجتش البطانة المهاجرة. دي النقطة اللي انا عايز اعمل استرس عليها، انه يا جماعة البطانة المهاجرة احنا مش عارفين لها سبب. وبرضو هقول لكم معلومة غريبة جدا جدا. طيب واحدة عندها بطانة مهاجرة وبعدين انا عملت لها منظار، شلت البطانة المهاجرة وبعدين اديت لها علاج 3 شهور وحملت. طيب الست دي لما حملت الحمل كمل للنهاية وجيت ولدتها، طيب تلاقي الست دي في المرة اللي بعدها ما عادش عندها بطانة مهاجرة. يعني حاجة غريبة جدا جدا، يعني لما الست تحمل البطانة المهاجرة تنتهي تماما. برضو احنا صحيح انه لما اثناء الحمل هرمون البروجسترون بيعلى، اللي هو الهرمون المعاكس لهرمون الاستروجين، عشان كده الست بتتحسن جدا. طب ليه ما بتردش عليها البطانة المهاجرة؟ ما احناش عارفين. دي نقطة برضو مهمة جدا جدا. يبقى احنا عرفنا انه هرمون الاستروجين بيزيد في البطانة المهاجرة. طيب خلاص ده الاساس في الموضوع. طيب البطانة المهاجرة، البطانة المهاجرة ثلاث درجات، يا اما درجة اولى يا اما درجة تانية يا اما درجة تالتة. طيب لما نبقى عارفين حاطين استراتيجي للعلاج، لازم ابقى محدد البطانة المهاجرة هي هل هي درجة اولى ولا درجة تانية ولا درجة تالتة. دايما البطانة المهاجرة بيبقى فيها حاجة اسمها اندومتريوما. يعني ايه اندومتريوما؟ اندومتريوما يعني كيس دم على المبيض. كيس الدم اللي على المبيض ده بيكون ليه؟ بيكون نتيجة انه البنت او الست بتطلع بويضة، البويضة دي المفروض انها تخرج برا المبيض عشان تبقى الدورة بتاعتها دورة كاملة، ولو هي متجوزة يحصل حمل. يقوم البويضة اللي جوه اللي هي كبرت دي تفضل تكبر 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 وما تطلعش من المبيض، تتحجز في المبيض، تقوم تكون حاجة اسمها ليوتيال فيز ديفكت، يعني لف. الليوتيال فيز ديفكت دي لما البويضة ما تطلعش من المبيض تقوم، عارفين انه الحاجة الغريبة انه الدم لما يستنى ويتحجز وما يطلعش للهواء، يقوم الدم ده يعمل حاجة اسمها تشوكلت سيست. يعني ايه تشوكلت سيست؟ يعني الدم ده تلاقي لما اجي اعمل لها منظار تلاقي الدم اللي طالع من الكيس اللي في المبيض ده، الدم ده طالع زي الشوكولاتة، عشان كده سموها تشوكلت سيست. يعني الدم ده اتجلط 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 وبدأ يبقى دم مركون. الدم المركون ده بيعمل الاندومتريوما. عشان كده الاندومتريوما اللي بتتكون دي، يبدأ لما البويضة ما تطلعش من المبيض وتتكون الاندومتريوما دي، تقوم تعمل المشاكل كلها اللي بعد كده، تعمل التصاقات على نبيب، تعمل انه ما يبقاش فيه تبويض، حاجات كتير جدا جدا بتحصل من البطانة المهاجرة. طيب احنا بنعالج البطانة المهاجرة دي ازاي؟ بنعالج البطانة المهاجرة دي لو كانت درجة اولى بنعالجها بحاجة اسمها الميديكال تريتمنت.
يعني ايه الميديكال تريتمنت؟ يعني كل الحكاية ان انا بوقف المبيض ما خلوهوش يعمل تبويض او يعمل اوفيوليشن كل شهر. لما عشان انا قلت لكم ان البويضة اللي هي مفروض انها تخرج اتحجزت في المبيض ففضلت تكبر تكبر تكبر. يبقى انا لو وقفت الدور ما خليتش الدورة تيجي كل شهر يبقى انا كده وقفت البروجريس بتاع المرض ما خليتهوش يتفاقم ويزيد اكتر واكتر. عشان كده بنديها حاجة بسيطة جدا، بنديها كونتراسيبتيف بيلز. يعني ايه كونتراسيبتيف بيلز؟ يعني بنديها حبوب منع الحمل. لما نديها حبوب منع الحمل يبقى احنا خلينا مفيش تبويض بيحصل كل شهر، يبقى احنا وقفنا المرض على انه يتفاقم بطريقة. دي ابسط طريقة عشان نوقف البروجريس بتاع المرض. او ان احنا نديها حاجة اسمها داينوجست، حبوب بروجسترون، تفضل ماشي عليها شهرين ثلاث شهور تلاقي الست بتقول لك ده انا ارتحت جدا جدا، ده انا كنت بيجي لي الدورة بصوت وعض في الارض. لما خدت الحبوب منع الحمل او خدت الاقراص بتاع داينوجست دي خلت المرض يبقى. بس هل انا عالجتها؟ ما اعتبرش عالجتها علاج ناجع، انا وقفت بس البروجريس بتاع المرض لكن انا ما عالجتهاش 100%. فدي النقطة الاساسية في الموضوع، ان انا بديها العلاج ده عشان المرض يقف. في حاجة بقى تانية، بنديها حاجة اسمها اللونج اكتنج اجونست، حقنة كل شهر. الحقنة اللي هي كل شهر دي عشان تشتغل على الغدة النخامية، يقوم تقلل الاستروجين في جسمها. واخدين بالكو؟ يعني انا كده قللت الاستروجين بس، لكن ايه السبب ان الاستروجين بيزيد؟ برضو انا ما وصلتش، لكن انا عالجت ان الاستروجين يقل 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 تقوم الحالة تتحسن، لكنها ما عالجتهاش 100%. دي النقطة الاساسية في الموضوع ده لو هي درجة اولى. طيب لو درجة تانية، لو درجة تانية يبقى الاندوميتيوما دي كبرت 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 كبرت، بقت اكتر من 5-6 سنتي، يبقى احنا كده خلنا في مرحلة بعد كده. يبقى دي هتلاقي لما وصلت 6 سنتي عملت التصاقات على الانابيب وعملت في الجسم حاجة اسمها ادينوميوزيس سبوتس. يعني انا لما باجي اعمل منظار لواحدة عندها اندومتريوزيس بلاقي في سبوتس سودة 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 متوزعة في البطن. انا لازم اكوي الاندومتريوتيك سبوتس دي، اكويها عشان المرض يقف. انما لو سبت الاندومتريوتيك سبوتس دي في الجسم هتلاقي الموضوع بيتفاقم وبيزيد. فالحالات دي يا جماعة بقى في كلام كتير جدا عليها دلوقتي. هل هو الكيس الدم اللي على المبيض ده هل هو 5 سنتي 6 سنتي 8 سنتي 10 سنتي؟ كده هنا كل حاجة من دول ليها نظام في العلاج. طيب الكلام بقى الاخير والحديث جدا جدا، انه الناس اللي عندهم بطانة مهاجرة والكيس عندهم 5 سنتي، اعمل لهم منظار ولا ما اعمل لهمش منظار؟ هنا بقى في كلام كتير قوي عن الموضوع ده دلوقتي، وكلام كله حديث. الكلام اللي انا بقوله ده الكلام اللي اتقال في القشري اللي هو في اليوروبيان سوسايتي بتاع السنة اللي فاتت، والكلام اللي اتقال في الأسرم في الأمريكان سوسايتي في أمريكا. قال وأنا قمت اتناقشت مع الأستاذ اللي بيتكلم، قال إن إحنا الناس اللي أقل من 5 سنتي بنعمل لهم حقن مجهري على طول. ليه؟
ليه بنعمل لهم حقن مجهري على طول؟ قال لك لانك لما تعمل لهم منظار عشان تفتح وتشيل الكيس الدم اللي في المبيض ده، انت بتقلل كده من مخزون المبيض. يعني انت دلوقتي لما تفتح المبيض وتشيل كيس الدم اللي موجود في المبيض ده، انت بتشيل كيس الدم وبتقشر من المبيض، بتفضل تشيل منه الدم اللي موجود جوه وتكويه عشان ما يزيدش. فطبعا كده انا بقلل مخزون المبيض. او ما اجي اعمل لها حقن مجهري بعد كده، الاقي انها ما عادتش بتطلع غير بويضتين، ثلاث بويضات، يبقى كده انا خسرت الحاله. عشان كده الكلام الجديد دلوقتي اللي بيتقال دلوقتي، انه لو الحاله اقل من 5 سنتي ابدا لها على طول حقن مجهري، واعمل حقن مجهري عشان ما تقللش مخزون المبيض. انا هكمل كلام بعد كده، لانه ما ينفعش حلقه واحده للبطانه المهاجره عشان اتكلم عليها. انا هوريكم بس بعض الحالات اللي انا عملتها، ومنها والله حاله بتشتغل عندي بقالها 20 سنه. البنت دي جات لي وهي عندها 17 سنة، اشتغلت معايا ولغاية دلوقتي معايا، وهي بقالها 20 سنة معايا. البنت دي كانت متجوزة بقالها 9 سنين وما حصلش حمل. فأنا في الآخر قلت لها لازم أعمل لك منظار، عملت لها منظار، والحمد لله رب العالمين بعد 3 شهور من المنظار ربنا كرمها وحملت وجابت كادي. فانا بس عايز اوريكم انه مش على طول اجري للحقن المجهري في كل الحالات، لا، انا احاول مع الناس واعمل لهم بالترتيب الصح والسليم عشان ربنا يكرمهم. هنوريها لكم ونرجع تاني نتكلم معاكم. من داخل مركز الأستاذ دكتور أحمد الهلالي استشاري الحقن المجهري، لقينا الحقيقة في المركز مفاجأة مدوية، وهي ممرضة بتشتغل في المركز وفجأة هتحكي لنا على كل التفاصيل. خليكم معايا، اوعوا تروحوا في أي حتة، وهنشوف حكايتها دلوقتي نتعرف عليك. أنا اسمي شيماء. يا ريت بقى نعرف حكايتك يا شيماء. أنا شغال هنا بقالي 18 سنة، اتجوزت قعدت 8 سنين، عملت منظار، وكنت خلاص السنة اللي كنت هعمل فيها حقن مجهري. انا كان عندي تكيسات اصلا على المبيض، والدكتور عملي منظار، وبعد المنظار اتحسنت كويس جدا. فكنت دايما اقول له انا عايز اعمل حقن مجهري وكده، وهو رافض ان انا اعمل. ففي السنة اللي انا كنت هعمل فيها حقن خلاص، ربنا كرمني فيها الحمد لله. حملت بعد 8 سنين وجبت كادي الحمد لله، عندها سنتين دلوقتي. طبعا يعني بسم الله ما شاء الله انت جايه تشتغلي، وسبحان الله ما فيش في دماغك خالص ان انت هتتابعي مع الاستاذ دكتور احمد الهلالي. وفعلا الاستاذ دكتور احمد الهلالي كان عنده ضمير يقظ جدا، كان ممكن فعلا يحقق لك اللي في دماغك، وفعلا يدخلك غرفه العمليات ويعمل لك فعلا حقن مجهري، لكن هو فعلا كان عنده ضمير جدا. قال لك لا، احنا لازم نمشي خطوات متسلسلة، ولازم الاول نمشي في العلاج. تقولي له تحب تقولي له النهاردة؟ يعني طبعا انا مهما اقول اي حاجة مش هقدر اقول له ان هو عارف ان هو طبعا والدي، مش الدكتور اللي بشتغل معاه، لان عمري كله بشتغل هنا. انا بقالي 18 سنة طبعا، يعني احسن سنين عمري بشتغلها هنا. فاي كلام هقوله مش هقدر اوفيه اللي هو عامله معايا، يعني ربنا يكرمه اكتر واكتر ان شاء الله. يعني اول ما عرفتي ان انت حامل لسه بنتك، كان ايه احساسك بقى؟ اوصفي لي كده لكل واحدة بتتمنى ان هي تحمل ونفسها ان ربنا يكرمها، تحب تقولي لها ايه؟ اي واحدة متخيلة ان عندها يعني مأساة، وان هي مستحيل ان هي تحمل، وان هي عندها احساس ان هي خلاص مش هتتحرم من الخلفة، تحب تقولي لها ايه النهاردة يا شيماء؟ اقول لها ان في ربنا، وربنا ده احسن من اي حد في الدنيا. يعني ان شاء الله باذن الله، طول ما الواحد عارف انه عنده يقين من جواه ان ربنا هيكرمه في يوم من الايام، ان شاء الله ربنا هيكرمه حتى لو عندها مشاكل الدنيا كلها. لان بيورد عندنا هنا حالات اقسم بالله، اما نيجي نشتغل حالا نقول ازاي دي حملت، وبتلاقيها بتحمل مره واثنين وثلاثه، ازاي ما تعرفيش، بس ربنا رايد ان هي تحمل. فربنا احسن من اي حد في الدنيا ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمهم، اي حد نفسه ربنا يكرمه باذن الله.
النهارده احنا لما جينا السنتر عند دكتور احمد الحقيقه وجدنا يعني نظافه فائقه، وطبعا ده مش معتاد على المراكز النساء والتوليد والحقن الجاري، دايما بنحس ان هي بيبقى شكلها غير لائق، لكن دايما الحقيقه دكتور احمد الهلالي فاجئنا ان المركز من 18 سنه، والحقيقه احنا تخيلنا ان هو المركز لسه مفتتح الاسبوع ده. يعني الدكتور فعلا بيكون حريص على يعني الجوده الصحيه والجوده في النظافه وكل حاجة، فعلا دكتور أحمد بيشرف عليها بنفسه. طبعا طبعا دكتور احمد ما بيفوتش اي شيء، كل حاجة صغيرة بياخد بالها منها باله منها، فما فيش اي حاجة بتعدي. وفي نفس الوقت ما فيش حاجة اسمها ان احنا عملنا المركز مثلا ما بنجددش، احنا كل سنة بنجدد، وكل اي حاجة ما بنسيبهاش يعني يعدي عليها فترة انها تتعمل، لازم على طول يبقى في تجديد وكده، ولازم النظافة دي اساس المكان. يعني اي حالة حابة ان هي تتابع عند دكتور احمد الهلالي، وممكن تيجي من مكان بعيد او شايفة ان دكتور احمد في المحلة الكبرى مكانه بعيد عليها، تحب تقولي لها ايه النهاردة؟ طبعا اقول لها يعني احنا بنورد علينا ناس من بلاد بعيدة جدا وبيقطعوا مسافات كتير جدا عشان يجوا هنا عشان دكتور احمد وعشان المركز برضه، لان طبعا اللي بيجي يولد هنا بيحس ان هو قاعد في مكانه، السنتر دايما نضيف ودايما المكان البنات اللي موجودين كويسين جدا والدكتور دايما بيتابع كويس، فان شاء الله يعني يجوا وينوروا ويشوفوا الدنيا عندنا شكلها ايه. يعني اظن انت شفتوا الحاله الحقيقه، يعني البنت معايا بقالها 20 سنه، وبنت في منتهى الاخلاق العاليه، وال بتفهم جدا وشاطره جدا. فانا لما عملت لها المنظار وحملت بعديها بثلاث شهور، وربنا كرمها والحمل كمل وجابت كادي، مع اني كنت للاسف جوزها بيسافر الكويت وبيجي فما بيقعدش معاها فتره طويله، فانا كنت رافض اعمل لها المنظار عشان كده، ان انا اعمل لها المنظار وبعدين جوزها يسافر وما يحصلش حمل فهيبقى كده المنظار فشل. فانا عشان كده قلت لها بصي، يعني انا هعمل لك المنظار وتروحي مع جوزك تقعدي ثلاث شهور وان شاء الله ترجعي حامل، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا كرمها وجابت كادي جبتها على خير والحمد لله. عشان كده انا دايما اقول مش لازم يا جماعه كل الحالات نجري على طول على الحقن المجهري، لازم نختار الحاله اللي نعملها الحقن المجهري عشان يبقى ده اللاست ريزورت بتاع الناس، عشان اقول لها لما اقول لها هتعملي حقن مجهري خلاص كده ما عادش في حل بالنسبه لها غير الحقن المجهري. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله عشان أكمل شرح لكل الناس عشان تفهم وتدعي لي بعد ما أموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الأهرام للخصوبة من أكبر المراكز المتخصصة في الإخصاب المساعد والحقن المجهري. مركز الأهرام للخصوبة تأسس على أيدي نخبة من أمهر أساتذة الطب المتخصصين في الحقن المجهري. مركز الأهرام للخصوبة يحتوي على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، فحص طبي شامل ودقيق، غرفة عمليات مجهزة، معامل، خدمة مميزة، فريق متكامل لراحتك. مركز الأهرام للخصوبة معانا، انت في أمان، معانا أصبح للأمل مكان، ومبروك هتكوني أم. الحجز والاستعلام المنصورة شارع جيهان أمام مستشفى الطوارئ، أو الاتصال على 012
28-55-05-05 أو على الرقم 050-29-46-705.